هؤلاء المؤتمرون الموجودون أمامكم الذين خاضوا، بعضهم خاض حرب 48 و 56 و 67 و 73، هؤلاء اللي جلجلت على في حناجرهم أو على حناجرهم صيحة الله أكبر في حرب التحرير في 73، وكم هو الفرق كبير ما بين تلك الصيحة الله أكبر وهم يخترقون أو يتقدمون إلى خنادق العدو وتحصيناته، وما بين هؤلاء الذين يبقرون البطون ويقطعون الرؤوس ويكبرون عليها. الفرق شتان ما بين تلك الصيحة وهذه الصيحة، فتلك حرب تحريرية والآن حرب تطهيرية. هذا المؤتمر يأتي تعبيرا عن مشاركة هذه الرابطة لهذا الجيش ولقيادة سوريا الحكيمة، لأنهم على مدار الخمس سنوات أو الست سنوات التي واجهت سوريا هذه التحديات وهذه الحرب الكونية، كان للرابطة دور أساسي عبر تنفيذ الكثير من الأنشطة الثقافية وأيضا الفكرية، والتي ساهمت بشكل كبير في تعضيد أواصر هذا الجيش وإمداده بإكسير الحياة. الرابطة تنعقد سنويا لتغطية نشاطات وفعاليات الرابطة في جميع أنحاء القطر العربي السوري، لتغطي اهتمام القيادة العامة بالمقاتلين المحاربين القدماء الذين بذلوا دماءهم وأجسادهم دفاعا عن الوطن، ومنهم من هذه الرابطة من هم شهداء أحياء من الحروب التي خاضها جيشنا العربي السوري على امتداد عقود من الزمن. هذا المؤتمر اليوم هو مؤتمر عام للرابطة وللمجلس المركزي، يبحث في تقارير مالية ثقافية، تقارير تنظيمية سياسية، وهو بالتالي لإطلاع باقي الفروع على إنجازات الرابطة خلال عام والخطة المستقبلية للرابطة في العام القادم، مع الاستماع لكل المقترحات والأسئلة والاستفسارات من الرفاق الأعضاء الضباط المتقاعدين.